فورد. اوكي خير ان شاء الله. فاذا ماشي الحال تمام. ريكوردينج. اوكي طيب، فاذا قلنا انه الاصوات بتكون كفؤه لما اكون عم بقدر انه استغل الاصوات، استغل اي فرصه للربح. اذا في عندي فرصه للربح وما عم بقدر استغلها، معناتها عندي الاصوات غير كفؤه او اي فرصه افاده. بس خليني اعطيكم مثل صغير، اعطيكم مثل ثاني كيف الاصوات غير كفؤه. نحن هون مثلا شو اسمه، فينا نصدر نحن بتعرفوا سلع وخدمات عن طريق البر على الاردن وعلى سوريا وعلى السعوديه. اوكي هلا لما مثلا بالاردن او بسوريا يعرقلوا لنا عمليات الشحن، معناتها عم يعرقلوا لنا عمليه البيع تاعولتنا، معناتها هون الاسواق غير كفؤه. هذا مثل بسيط. اوكي لما انا بدي اروح اعمل، لما بدي اروح افتح مصنع بلبنان او معمل بلبنان، بيقولوا لي بدك تعمل بدك تعمل هالمعاملات وبدك تطلع على الوزاره وبدك تروح على وبدك تروح على البلديه وبدك تروح على قائم مقام وبدك تروح عند المحافظ. مش اشكال يعني بالنهايه انه بتزبط. مش عم نقول انه نحن ما بتزبط، بس ولكن هون الكفاءه بتكون متدنيه. انت لتكون كفؤ، كل ما كنت عم تسهل عمليه البزنس وعمليه الانتاج بتكون في عندك كفاءه اكثر. بالتالي ما في يقول في عندي كفاءه ولا كفاءه، الكفاءه بتكون نسبيه. يمكن عندي كفاءة 50%، 70%، 20%، هذا المقصود بالكفاءة. نكفي. وهون أعطينا مثلا عن كفاءة الأصوات، إنه كيف العالم استغلت فرصة الربح. رجعنا رحنا على علم الاقتصاد الجزئي وبلشنا إنه شو الفرق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. قلنا في عنا اثنين، مايكرو ايكونومكس يلي نحن عم ندرسها المادي هلا، المايكرو ايكونومكس. انا بس اسالكم شغله كمان لتكونوا انتم بالواقع، اللي عم ندرسه نحن بالفصل الاول بالفصل الثاني هو مش مايكرو ايكونومكس، مش اقتصاد جزئي، بس هو اذا بدكم شيء مقدمه لعلم الاقتصاد. اوكي لتفهموا انتم كيف الاقتصاديين بيفكروا، لما الاقتصاديين يحكوا شو بيكون فيه بخلفياتهم، شو بيكون عم يفكروا. فإذا بلشنا وقتها حكينا عن العلم الاقتصاد الجزئي، قلنا شو العلم الاقتصادي، شو بيهتم علم الاقتصاد الجزئي. الاقتصاد الجزئي بيفكر بسوق معين، بيحكي عن سوق معين، شو عم بيصير بهذا السوق وشو عم بيصير بالأسعار تاعته بالكميات تاعته، وكيف عم يتأثر هذا السوق وشو العوامل اللي عم تتأثر فيه. يعني مثلا خلينا نحكي هلا عن، فينا نحكي عن لبنان هلا، إذا بناخذ شو عم بيصير عندنا بلبنان. خذوا هلا سوق اللابتوبات، هلا سوق اللابتوبات بلبنان مزدهر. صحيح ان الوضع الاقتصادي سيء، بس ولكن سوق اللابتوبات بحد ذاته مزدهر. اوكي صحيح، اسعار اللابتوبات طالعه والكميه اللي عم تنباع طالعه، بقى هذا عم بحكي عن سوق معين، مع انه الوضع الاقتصادي سيء وسيء جدا، بس ولكن انا عم بحكي هون عن سلعه معينه، عن سوق واحد يلي هو سوق اللابتوبات. بالتالي هذا انا هون عم بحكي مايكرو ايكونومكس، عم بحكي اقتصاد جزئي، ما طلعت على لبنان كله سوا. مثل شو كمان في يحكي عن اللابتوبات، عن الاقتصاد الجزئي. لما احكي عن اي صناعه ثانيه، اذا بدكم صناعه سوق الكهرباء بلبنان، مين هن المنتجين بسوق الكهرباء، مين هن المستهلكين بسوق الكهرباء، قديش كلفه انتاج الكهرباء وقديش اسعار الكهرباء. اوكي هذا اقتصاد جزئي. كمان في يحكي عن الفروج، في يحكي عن اللحوم، في يحكي عن سوق الادويه. اوكي هذا كله بسميه اقتصاد جزئي. فاذا عم نحكي نحن عن سلعه معينه، عم نشوف العالم اللي عم تشتريه هون، سلوك وحدات اتخاذ القرار. سلوك وحدات اتخاذ القرارات، الفرد القرار، مين اللي بياخذ القرارات مثلا بهذا سوق اللابتوبات؟ الشركات المنتجه ماشي الحال، والاسر. الشركات يعني انتم عندكم هون الاسر هي اللي عم تشتري ماشي الحال، وهول هن اللي عم يبيعوا. صار في عندي جهتين مثلا، هن هول اللي بيفوتوا على السوق، اثنين اللي يعني اذا بدكم مقابل بعض.
راح نحكي عن كمان هذا الموضوع بشكل أكثر بعدين. فإذا عم نحكي نحن عن سلع معينة، عم نحكي عن النفط، فينا نحكي عن البنزين بلبنان، فينا نحكي عن كمية وتجاوب الأسعار والضرائب، كلها من محاور علم الاقتصاد الجزئي. يعني أنا بسألكم سؤال، مثلا لما نحكي عن سوق السيارات بلبنان، أسعار السيارات ارتفعت، أسعار السيارات بلبنان هون كون عم بحكي اقتصاد جزئي والله اقتصاد كلي؟ هون كون عم بحكي اقتصاد جزئي، لأنه عم بياخد سلعة وحدة. جزئي بالضبط. لما بحكي عن سوق المعقمات، زاد إنتاج المعقمات بلبنان، واضح؟ فإذا هون عم بحكي عن اقتصاد جزئي. بس هذا لما زاد إنتاج المعقمات بلبنان، طلع لحساب أنه انخفض إنتاج إذا بدكم الأدوية الأخرى. هون كنا عم بحكي عن اقتصاد جزئي كمان، لأنه عم بحكي عن سوق سلعة معينة. مرات بحكي عن أنه هذا السوق فيه منافسة، هذا السوق ما فيه منافسة، كمان كنا عم بحكي عن اقتصاد جزئي. مثل شو أسواق اللي فيها منافسة؟ مثل أسواق الخضار، السمك، العصير، هذا كل أسواق فيها منافسة. احتكارات، مين في عنا بلبنان احتكارات؟ عادة شركة الكهرباء هي احتكار، شركة المي هي احتكار، أوكي. عندكم شركات الموبايل، عندنا بلبنان في عندكم شركتين موبايل بلبنان، أوكي، هول بيسمون احتكارات لأن بس في شركتين بينشوا. الكهرباء هلا محطات البنزين يا دكتور. إيه خليك معي شوي. بالنسبة للكهرباء، الكهرباء في عندي مثلا، شوفوا في عندي حالتين مرات، وهذه نحن بين بيروت وبين الضيع بنشوفها كثير. أنا ببيروت ساكن بمنطقة، بدي أعمل اشتراك، ماشي الحال، بدي أعمل اشتراك، في عندي خمس مولدات، خمس شركات، خمس ناس عندهم مولدات، كل واحد بيقول لي أنا بعطيك هالقد وأنا بعطيك هالقد، بالتالي أنا حر روح لعند اللي بدي إياه. بينما أنتم بتلاقوا بالضيع إجمالا بتلاقوا في عندكم مثلا واحد صاحب مولد هو اللي عم يبيع، ما في غيره، فما صار في عندي نوع من الاحتكار. إذا بتاخدوا كمان إيه، وإذا حدا بيفتح عليه بيخرب له بيته. إيه طبعاً. إذا وحتى هون ببيروت، يعني أنتوا حتى في ببعض الأنحاء ببيروت، إذا صاحب مولد بيعتبر إنه هذه المنطقة لإلي، ما فيك تفوت أنت على منطقته لأنه بيأذيك. أوكي. إذا بدكم في أمثلة كثير على هذا الموضوع الاحتكارات، حتى إذا بدكم مثلاً أنتوا أهل الجنوب مثلاً بيعرفوا كثير إنه خط بيروت أبيجان، خط بيروت أبيجان الديركت من بيروت على أبيجان، هذا خط احتكار للميدل إيست. ما في حدا غيره بيطلع الميدل إيست، بيطلع ديركت بيروت أبيجان، ما بيخلوه. خير. طيب شو، طيب هذا كله الاقتصاد الجزئي، شو الاقتصاد الكلي؟ عن شو بدي أحكي الاقتصاد الكلي؟ حدا بيعرف؟ هذا ممكن يفيدنا. هو اقتصاد البلد بشكل عام كلياته، يعني مثل هلا اقتصاد لبنان كتير متدين بالبلد ومدمر. على صعيد بلد او دولي؟ صحيح، عم بحكي هون عن صعيد البلد كله بشكل عام، علم الاقتصاد الكلي. ما بحكي مثلا عن الاسواق كلها، عن السوق هذا والسوق هذا، لا بحكي اجمالا. يعني نحن كنا عم نحكي عن سوق اللابتوبات انه سوق مزدهر هلا، بينما إذا بتحكوا عن البطالة بلبنان، عندنا بطالة مرتفعة. إذا بدي أحكي عن الإنتاج المحلي بلبنان، إنتاج منخفض، عم ينزل. أوكي، في عندي نمو اقتصادي سالب. يعني أنتوا سمعتوا هلا بالأخبار من شي كم أسبوع إنه متوقع إنه انخفاض الدخل الإنتاج المحلي اللبناني بحدود 20%. يعني إحنا كان عندنا دخل بيساوي 50 مليار دولار السنة الماضية أو اللي قبلها، هلا السن متوقع يصير 40 و30 كمان، حتى يعني اكثر من 20%. فاذا عم نحكي نحن هون على الاقتصاد الوطني ككل، يعني انا كانه هون عم بتطلع، يعني كانه انا فوق بالسماء وعم بتطلع على لبنان كله بشكل عام. هذا لبنان اوكي، يعني عم شوف انه في بعض القطاعات مزدهره، مثل القطاع اذا بدكم قطاع المعدات وقطاع اللابتوبات بس، ولكن بتطلع بشكل عام المطاعم مسكرة، محلات التياب مسكرة، المولات مسكرة، المؤسسات كتير مسكرة، معناتها إجمالاً بشكل عام الوضع منه جيد. يعني كتير شغلات مش ماشي حالها. فأسأل عم بحكي أني هون عندي نمو اقتصادي سالب، ما في عندي نمو اقتصادي، عندي هو ده اللي بسميه ركود، عندي بطالة لأنه نسبة البطالة وخاصة بين الشباب نسبة بطالة مرتفعة،
عندي نسبة تضخم عالية كثير عم تطلع، النقود عم تنزل قيمة العملة اللبنانية بشكل كثير عالي، أسعار فائدة ما حدا عارف شو أسعار الفائدة بهالأيام لأنه البنوك مش عم تدين. أوكي، السياسة النقدية والمالية، السياسة المالية البلد كله فايت بحاله، عجز موازنة هائل، والدولة ما عارفة تسكر ديونها. عم بحكي عن السياسة النقدية يلي هي تاعت البنك المركزي، عم بحكي عن سعر الصرف، كله هذا عوامل أشياء إلها علاقة بالماكرو إيكونوميكس، بالاقتصاد الكلي. على هيك اللي بيحبوا السياسة أكثر بتلاقيهم بفوتوا بالأشياء بالماكرو إيكونوميكس، بالاقتصاد الكلي، لأنه هي مرتبطة بوضع البلد بشكل عام. أوكي؟ جاي. حدا في عنده سؤال قبل ما أروح على تمام. طيب أنا في عندي شغلة هون بدي بس فرجيكم عليها. نحن عم نعمل برزنتيشن تاعتنا وينها هون. أوكي. طيب أنا عندي سؤال. بس لحظة شو عمل معروف. في شغلة صغيرة هون. أوكي. في حدا يقلنا وين هاد الرايز هاندز وين بيعملوها؟ اللي بده يسأل سؤال يعمل رايز هاندز، وين بتلاقوها هاي؟ على اليمين تحت استاذ. على اليمين؟ اوكي بدل انا ما في اشوف عندي هون، انتم فيكم تشوفوها يمكن اكثر. مور. اوكي بالمور هون. ثلاث نقط المور. هي هي هون. اوكي. show names. اوكي وينها؟ ما مبين عندي، انتم يمكن تشوفوها عندكم بسهوله. لانه انا عم بعمل محاضرة، انا ما مبين عندي. بقى بدي رجاء من يلي بده يسأل سؤال يكبس على مور، وفي محل هون raise hands عندكم انتم بتشوفوها انا ما بشوفها عندي. اوكي ايه مين عنده سؤال؟ مين كان بده يسأل؟ اوكي مهدي صباح تفضل. انا يا استاذ. ايه تفضل يا مهدي. اقتصاد جزئي هو بنحكي عن سوق معين، مثل سوق مثلا شيء خاصه بالخضره او سوق معين بقلب اقتصاد بلد. نعم شو هيك معناته؟ او سوق او سلع او هيك شيء. الكلي قصدك يعني انه بنحكي عن قطاع للدوله كلياته، يعني شيء شامل. اوكي الكلمه الاساسيه بالاقتصاد الجزئي هو سوق سلعه معينه، سوق سلعة معينة سواء بقلب البلد ولا خارج البلد. يعني لما عم بحكي عن سوق النفط مثلا عم بحكي عن سوق النفط العالمي، هذا اقتصاد جزئي. لما احكي عن سعر الحديد، انه سعر الحديد بالعالم طلع، عم بحكي عن اقتصاد جزئي. هلا لما احكي عن سوق الأشياء المشتركة بين كل القطاعات إجمالاً بالبلد، كنا عم بحكي عن اقتصاد كلي. يعني لما بحكي أنا عن البطالة، أنا عم بحكي عن بطالة لأنه مشترك بين كل القطاعات. كل القطاعات مش عم تجيب عمال، كل القطاعات مش عم تنتج بشكل أكثر من الأول، يعني في عندها ركود اقتصادي. كل القطاعات لا تشهد نمو. هلأ بدي منكم بس شغل صغيرة هون تكون واضحة، إنه مش معناتها انه ما في تداخل، على طول في تداخل بين هول الاثنين. يعني لما احكي عن سوق النفط، ما سوق النفط في تداخل كثير بينه وبين سوق بين، يعني هو اقتصاد جزئي بس كثير في تداخل مع الاقتصاد الكلي، لانه لما يطلع سعر النفط بالعالم اكيد نحن بنتاثر عنه نحن هون. اوكي غير في شيء سؤال ثاني؟ ماشي الحال ممتاز. فإذا رح كفي هون طرق علم ماشي الحال طرق علم الاقتصاد. في عندي بالاقتصاد نوعين من الأسئلة، في شيء بسميه اقتصاد موضوعي وفي شيء بسميه الاقتصاد المعياري. اقتصاد موضوعي واقتصاد معياري، شو الاقتصاد الموضوعي وشو الاقتصاد المعياري؟ خليني أعطيكم مثال بسيط نحن هلأ عايشينه، فرق بين الموضوع والمعياري. قولوا لي انتوا مثلا عم بحكي صح ولا غلط. خذوا اول عباره لحولها هون، اذا استمر البلد واستمر الاختلاط عندنا بلبنان هلا على الوضع الحالي
وضع الكورونا رح يصير أسوأ، صح أم خطأ؟ أنتوا شو رأيكم؟ 100% صح. شو أنا ما عم بحكي شيء من عندي، أنا عم بحكي شيء علمي، إنه هذا المرض عم يتفشى، وكل ما زاد الاختلاط بين العالم وظلت العالم ما تنتبه للاختلاط، فإذا أكيد وضع البلد رح يصير أسوأ، وضع كورونا رح يزيد. أوكي؟ طيب الاقتصاد، خلينا نحكي شغلة تانية، لازم نسكر البلد كله سوا، كل البلد لازم يسكر. مع شو رأيكم أنتم؟ حدا يعطيني جواب. غلط. مش شو رأيك؟ فاهم إذا بتول. إيه يا بتول. إيه دكتور. ما فينا نسكر كل البلد كله، لأنه في مثلاً أشخاص بدهم يشتغلوا ليطلعوا مصاري عشان يشتروا غراضهم وهيك، ولا ما بيعيشوا يعني. غير شكراً بتول. مين غير بتول؟ إيه دكتور. طيب نجم. إيه دكتور. كمان المستشفيات وما كنت. أنا بعطي لازم. دكتور مني بدهم يسكروا البلد ويتركوا المطار مفتوح، ما هو المطار اللي خرب البلد يا دكتور. أوكي. كل الكورونا إجت من برا. طيب. عم يجوا ويخالطوا مش عاملين حجر. أوكي غير حسين. مين في عنده جواب؟ شكراً حسين. هو منيح على الصعيد الصحي بس. اوكي طيب انا بكفينا لقدر. هو منيح على الصعيد الصحي بس مش منيح على الصعيد الاقتصادي. صحيح. انا اللي بدي اياكم تلاحظوا، اللي بدي اياكم تلاحظوا لما قلت عن انه اذا استمرينا بالفتح البلد هيك البلد مفتوح، كلكم قلتوا اوكي، ما حدا كان عنده اعتراض، كلنا كنا نفس الراي، لانه السبب واضح. وشي عندنا خليك معي، عم بحكي حقيقي، عم بحكي شيء واقع. بينما لما جينا قلنا لازم نسكر البلد كل البلد، في شيء قال ايه، في شيء قال لا، في شيء قال يمكن، وفي شيء قال يعني، في عدة آراء. ليه؟ شو الفرق بين هول الشغلتين؟ لما كنت عم أقول إنه استمرار فتح البلد رح يزيد تفشي الكورونا، عم بحكي شيء واقع، شيء على الأرض، وهذا اللي بسميه موضوعي، هذا اللي بسميه، هذا اللي بسميه اني هون الاقتصاد الموضوعي، يعني غير قابل للنقاش، عم بحكي حقيقة. بينما بالوضع الثاني لما قلت لازم نسكر البلد، اذا سكرنا بيصير هيك، اذا ما سكرنا بيصير هيك، لازم نسكر، لا مش لازم نسكر، انه في عنا عدة معايير كل واحد بيطلع له من جانبه. يعني خليني اكون شغلة، موظف الحكومة أكيد يقول لازم يسكر البلد مشان يقعد ببيته ويضلوا عم ينقض، بينما يلي عنده محل تجاري يقول لك يا أخي كيف بدك تسكر البلد تقطع لي برزق. فإذا صار في عنا وجهتين نظر، فإذا تحتمل الصحة وتحتمل الخطأ، لأنه هون في رأي. خلينا نشوف شوي أكثر. هون الاقتصاد موضوع اللي بنسميه نحن positive economics. مثال واحد، يتناول الاقتصاد الموضوعي فهم أداء وسلوك الأنظمة دون الحكم عليها، ما إذا كانت جيدة أم سيئة، بدون ما أقول إذا هي منيحة ولا لا. أوكي؟ فإذا مثال، عندما نقول عند ارتفاع أسعار السجائر تنخفض الكمية المطلوبة، لما يطلع سعر الدخان العالم رح تدخن أقل، هلا أقل بشوي أقل بكثير ما بيهمني، بس نحن بنعرف هون إنه هذا الواقع. شغلة تانية، مزبوط، رفع غرامات السرعة يخفف من حوادث السير، علي الغرامات على السرعة العالم بتصير تسوق بشكل أقل، وهذه شغلة عادية يعني صارت بلبنان ماشي الحال. طيب أنا عم بحكي هون عن شيء موضوعي، عن شيء موضوعي. طيب شو مثلا لنروح نحن، خذوا هذا الثاني، خفض عجز الموازنة في لبنان هو أمر ضروري ومستعجل، انه في اثنين يحكوا لا، يحكوا يقولوا لا، كلنا متفقين على هذا الموضوع. روح على الاقتصاد المعياري، فاسم هون ويجزم فيما اذا كان سيئا او جيدا. خذوا المثل هون، يجب زياده الضرائب على اسعار السجائر، في ناس بيقول لك لا خي مش لازم تزيد الضريبه، في ناس بيقول لك لا
زيد الضريبه نسبه 5%، واحد بيقول لك لا زيد الضريبه نسبه 10%، واحد بيقول لك لا ما تزيدها بالمره. اها صار في عندي عده اراء هون. هذا بسميه اقتصاد معياري، نورماتيف ايكونومكس، قائم على ابداء الراي. اوكي خذوا واحد ثاني. اقتصاد المعياري مثال 8، يجب رفع غرامات السير. واحد بيقول لك هي العالم ما بتحمل، نحن فهمانين انه اذا رفعنا غرامات السير تنزل عدد الحوادث، نحن عارفين، بس بيقول لك واحد يعني هذا اقتصاد معياري انه رفع غرامات السير تخفف الحوادث، هذا اقتصاد معياري. طيب يجب رفع غرامات السير؟ لا يا خي ما بدناش لازم نرفعها. خلينا نعطي مثال نحن صغير، هلا كمان نحن عايشين بلبنان. اذا العالم كله لبست كمامات شو دكتور بس عفوا خليني كفي هالفكره وبرجع لك. فاطمه، اذا العالم لبست كمامات شو بيصير بانتشار الكورونا؟ ينخفض انتشار الكورونا. بيقل. اوكي بيقل. يجب فرض غرامات على الذين لا يرتدون الكمامه. يجب فرض غرامات على لا يرتدون الكمامه. هون صرت عم بحكي اقتصاد معياري. بيقول لك واحد لا ما فينا نفرض، العالم كله الله يعينه ما بيقدر يدفعوا. مش الحال؟ يا حسين قبل ما اعطيك الكلمه عند فاطمه عندها سؤال. الدكتور بس كان بدي اقول شيء خارج الدرس، انه الانترنت كثير كثير عم يقطش الصراحه، مش عم نسمع يعني الكلمات. طيب فاطمه يعني بكون من عندك لانه عندنا تمام. اوكي هذا اللي عم تحكي يا فاطمه صحيح؟ سالت لا في حدا غيري كمان يعني مش سامع. اوكي فاطمه انا عندي كمان شوي كان عم بقطش. اسمعوني شوي شباب وصبايا، هذه الشغله ما في اطلع منها، ما فينا نعمل شيء للاسف. الادفانتج انه راح يكون التسجيل موجود، بيكون بين ايديكم ان شاء الله اليوم. اوكي ما عندي خيارات. حسين نجم شو عندك؟ يا دكتور مش الحال خالص. مش الحال؟ طيب واضح صار الفرق بين الاقتصاد دكتور؟ نعم. اخر مثال قلته شو هو؟ اخر مثال؟ كنت عم بحكي عن الكمامات. بخصوص فيروس كورونا. ايه الكمامة نحن متفقين انه اذا العالم كله لبست كمامات بخف انتشار الفيروس، وهذا سميناه اقتصاد موضوع او عباره موضوعيه. اوكي عباره موضوعيه بمعنى انه عم تحكي عن حقيقه معينه. هلا يجب فرض غرامات على من لا يرتدون الكمامه. يجب فرض غرامات على من لا يرتدون الكمامه. هون بنصير عم نحكي نحن اقتصاد معياري، عباره معياريه نورماتيف. بأي معنى؟ بمعنى أنه ناس بتقول إيه يجب فرض الغرامة، ناس بيقول لك لا مش يجب فرض الغرامة، أنه فيها عدة آراء، أنه قابل للنقاش. لما أقول أنه يجب أنه لبس الكمامة بخفف الانتشار الفيروس، هذا غير قابل للنقاش لأنه هذا حقيقة. طيب يجب فرض غرامة، بيقول لك واحد بيقول لك إيه، واحد بيقول لك لا، يعني قابل للنقاش. طب أنا بدي أسألكم سؤال صغير، بدنا نفوت بالسياسة شوي. هديك اليوم طلع جبران بسيط، هديك اليوم طلع جبران بسيط عم بيقول، لما طلع على شو اسمه بيقول إنه أنا حكي مع الأمريكان وطلبوا مني إن فك التحالف مع حزب الله، وأنا ما قبلت ورفضت خون أي واحد تاني. طيب إحنا هون بلشنا العالم تقول شي، تقول ايه صحيح وشي تقول ايه لا مش صحيح، عم بيكذب واحد يقول لا هذا اللي عم يحكي صحيح، مش هذا اللي صار؟ صحيح. اوكي هذا شو بيكون عم نحكي، عبارة معيارية ولا موضوعية؟ معيارية لان صار فيها اختلاف. لانه اللي قاله هو قابل للنقاش. اوكي يلا من كفه نحن. اوكي رح سكر الفيديو هذا هلا، رح ناخذ بريك 10 دقائق لانه بعد في عندي دقيقه ونص تقريبا. بنسكر فيديو 10 دقائق وبدي بلش بطرق علم الاقتصاد النماذج والمتغيرات. اوكي
10 دقايق وبرجع ببعث اللينك. ماشي، يعطيكم ألف عافية.